أنتم مرحبا بكم معنا دائما على راديو أصوات مباشرة في برنامج حذيت مغزل. اليوم لله غادي نتكلموا على شد الوجه. كنعرفوا جميع بأنه التقدم في العمر وأيضا التغيرات اللي تتوقع على البشرة ديال الجسم ممكن غير تكون على الضعيفة ونقصوا في الوزن ممكن يبانوا بعد الترهلات. كاين العمر، كاين الرياضة، كاين التغذية، كاين العامل الوراثي، كاين مجموعه ديال التغيرات اللي ممكن تعطينا ترهلات في البشره، ممكن تبين لنا تجاعيد اللي غتبان في واحد العمر مبكر، ممكن تكون حول العين، ممكن تكون حول الفم، ممكن تكون في الخدود. يعني كاين بزاف ديال الامور اللي كتبان في البشره ديالنا وكتعطينا العلامات ديال التقدم في السن وربما تكون سابقه المرحله ديالها. واليوم حنا منفتحين على العالم مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت وكنشوفوا بانه كاين بزاف ديال التقنيات اللي كتستعمل باش كنحافظوا على الجمال ديال البشره. اليوم شنو هي هاد التقنيات اللي كاينه عندنا في بلادنا واللي كتعاوننا على شد الوجه بسرعه؟ هاد التقنيات واش عندها شي خطوره على المدى البعيد؟ في اي عمر ممكن اننا نديروها؟ شكون هما الاشخاص اللي ما يمكن لهم شيء يستعملوا او يحطوا هادشي على البشره ديالهم؟ الا درناها وخدينا قرار وغادي نديروا واحده من هاد التقنيات اللي غادي نتكلموا عليها، كيفاش خصنا لالا نتعاملوا مع البشره؟ مي انا اللي بغيت نقول كل السيدات، حنا راه كلنا غادي نكبروا في العمر، غير هو كنقلبوا اننا نكبروا بواحد الطريقه تكون زوينه، اننا نحافظوا دائما على النضاره ديال البشره. ما عرفتش واش غيتفق معايا دكتور هيثم جديدي طبيب اخصائي في التجميل، اش اخبارك ولاباس عليك؟ كلنا غنكبروا ياك، غير خصنا نكبروا بشي طريقه زوينه. طبق صباح الخير للجميع. صباح النور وتحية للمستمعين الكرام. أهلا بك. وطبيعة الحال كلشي تيكبر، كلنا تيولي الدور ديال طب التجميل اللي هو محاربة تقدم السن. أييه على قد ما قد العلم. اول حاجه مرحبا بك، مرحبا بالناس ديال فاس، جيتينا من مدينه فاس، تحيه لفاس، وعندنا حنا بزاف ديال المستمعين ديالنا في فاس كيتابعونا، فحنا كنرحبوا بكم. اليوم ولدكم عندنا اليوم غادي نتهلاو فيه، ومرحبا بكم باش تتابعونا على البث المباشر. حنا معكم على الفيسبوك راديو اصوات باج اوفيسيال، ممكن لالا تبعتي بكل الاسئله ديالك اللي تخص موضوعنا اليوم، التقنيات المستعمله لشد الوجه ولتشبيب البشره. الى عندك سؤال، الى بغيتي ديري شي حاجه وخايفه، الى ما عرفتيش هذا الشيء واش عنده شي خطوره، شحال كتبقى الفعاليه ديالو على البشره، حنا هنا باش نجاوبوا على كل اسئلتكم. ايضا عبر الصفحه ديالنا على الفيسبوك ذكرتها، على الرقم بغيت نقول 05 22 77 24 24. هيثم جديدي طبيب اخصائي في التجميل. طيب انا تكلمت على انه الترهلات ديال البشره ولا التجاعيد عندها بزاف ديال العوامل دكتور. بطبيعه الحال مثلا نقولوا الترهل في البشره تكون ترهل سواء نتيجه ديال التقدم السن، نعم الله يكبرنا على طاعه الله، اولا نتيجه ديال الضعف، تتكون السيده زايده شويه في البوا مثلا وتضعف واحد المده زمنيه قصيره. اييه دونك تيكونوا داك الترهلات، نعم تيطيحوا مثلا لي جو حنيكات، تتكونوا داك لي باجو، تكون داك المزدوج، تيوليو داك التجاعيد الانفيه، اييه لي سيونازوجينيا، تيكونوا داك تجاعيد الحزن، كلشي تيبان وطبيعة الحال. ومصعب على اي انثى انه تشوف وجهها في المرايه. اشي دابا غير بيني وبينكم نهضروا على المرأة، زعما الرجال ما تيديروش هذا الشيء. سي بيان سور. شتي باش ما نقولش حنا غير حنا اللي بغينا نشببوا ونجددوا. يعني اليوم الراجل تيدير والمرأة كدير، لأنه دائما ملي كنتكلموا دابا شوفني أنا ملي كنقدم كنهضر غير على المرأة ونقول مع راسي وما يمكنش على الراجل ممكن يدير. على أساس 80% ديال لي باسيون تيكونوا نساء. ولكن الحق اليوم بجوج، انا كلشي تيبغي يشوف وجهه، كلشي كيبغي يشبب البشره ديالو. طيب نتكلموا شويه على هاد التقنيات. كنشوفوا اليوم كاينه واحد الخيوط اللي كتستعمل لشد البشره، كاين الموجات الفوق الصوتيه، كاين بزاف ديال الامور. شنو اللي عندنا اليوم في بلادنا؟ شنو هي التقنيات الكثيره اللي كاينه واللي عطات النجاح ديالها وكيطلبوها الناس بزاف في المغرب؟ الحمد لله كاين كاع التقنيات الحمد لله، والمغرب للتذكير بلد اللي ولا ليدر في لافريك في طب التجميل. دونك شي حاجه تنفتخروا بها هنايا. جميل.
الطرق نشد الوجه كاين عندنا خيوط شد الوجه, هذه لا طوندونس من اكبر الصيحات في العالم دابا ديال شد الوجه, هما خيوط شد الوجه لان خفاف ما تيثقلوش على الوجه, طبيعيين تيذوبوا تيحفظوا الكولاجين والنتيجه ديالهم فوريه. ديك الساعات كتبان, داك الساعات تبان 50% النتيجه, اذا السيده تكون ساتيسفات داك الساعه. ومن بعد كتبان اكثر النتيجه النهائيه من بعد 3 شهور تبقى تزيد, يعني تيكون تحفيز ديال الكولاجين. دابا كنبداو نرجعوا باللور, ملي كدوز 3 شهور كنبداو نرجعوا باللور, ما كنزيدوش في العمر كنقصوا. وي بالضبط. اييه كاين مثلا الهايفو الموجات فوق الصوتيه. نعم حتى هذه طوندونس تيبغيوها الناس. والموجات فوق الصوتيه شي حاجه تنعرفوها في الطب مش حال هذه, ما عندهاش ليزافي سكوندار, ما عندها حتى تداعيات, ما عندهاش دي كومبليكاسيون, شي حاجه طبيعيه. دونك تيكون تحفيز ديال الكولاجين الا بغينا نقولوا بحال حقن حراريه. اييه كتستعمل في البشره مباشره. وي كاين لا راديو فريكونس, كاين ميم الفيلر الى بواحد التقنيات وواحد النقاط تعرفهم الطبيب باش نهزوا الوجه. داكوغ. الى بغينا نهضروا على الخيوط الذهبيه, خيوط شد الوجه, تيسولوا بزاف عليها الناس. هذه خيوط تندخلوها واحد منطقه ولا واحد النقيطه ولا جوج نقيطات في الوجه. نعم ما فيهاش الحريق حيت تكون في الطبقه الدهنيه العميقه, وكما تنعرفوا الطبقه الدهنيه ما فيهاش الاحساس. اييه دونك تيكون بلا حريق نهائيا, ما كاينش هي الحريق او لا واحد نغيزه كونفون نغيزه. تيتحط فيهم بحال دي كروشي بحال صنار, تندخلهم تيشد. دابا اسمح لي هاد الكروشي ولا هاد الصنارة اللي كتدخل تحت البشرة. وي الطبقة الدهنية. هو كيوقف بزاف وطبيعي دونك ما كتحش به السيدة. لا ما تحش نهائيا, ما تحش نهائيا. مي تيتحط تيشد الوجه تيجبد باش يطلعوا بحال هكذا باش نعاكسوا لافي ديال لابريزونتور ديال ديال لافي ديال يعني التجبد كيبان لينا راه الوجه تجبد مزيان من القناه ضد الجاذبيه. أيه. تنطلع الوجه. أيه. هبطنا الوجه حنا كنطلعوه كنجبدوه وتيذوب داك لاغريس حنا تنطلعوه, يعني تنرجع الوجه للطبيعه ديالو كي كان. ما تنبدلوش حراك الله. كاين شي ناس يجيو عندنا مثلا الكابين تيقول لك الله تكسر عندك تمشي تجبد لي وجهي بزاف هكا, نو سي با بوسيبل. الخيوط خيوط الشد هي اللاص هذاك لافي ناتورال طبيعي, يعني تنرجعك عويمات اللور, تنرجعك وجهك كما كان حالته الطبيعيه. الناس كيتكلموا على انه هاد الخيوط كترجعك 5 سنين 10 سنين اللور. صح وي بصح بصح. نقدر نعطيكم بعض الصور باش تشوفوا هادشي. تترجع حتى 10 سنين اللور. وي واخا تكلمتي على انه هاد يعني هاد الخيوط كتكون موضعيه, كتختاروا فقط جوج نقاط في ولا جوج الاماكن في البشره كامله ولا في الوجه كامل اللي كديروا فيهم اولا بزاف في البلايص. ديجا خيوط الشد ماشي غير الوجه, تنديهم في الوجه, تنديهم في العنق, قد يديروا في 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 الدراع. البغا في فلاسه في الصدر في الانفاس في الاكده في البطن, يعني في اي بلاصه بغينا نجبدوها كان ممكن نستعملوا هاد الخيوط. بطبيعه الحال كاين بزاف الانواع ديال الخيوط, كل وحده تنستعملوها في المكان المخصص لها. طيب اسمح لي الدكتور قبل ما نفصلوا في هذه المساله, ملي كتجي مثلا السيده ولا السيد غادي يستعمل هذا النوع ديال الخيوط, شنو من بعد التشخيص الحاله الصحيه ديالو, شنو الامور اللي كتسمح لي والامور اللي ما تسمحلوش انه يستعمل هاد الخيوط؟ واسمح لي بغيت نذكر في نفس الوقت الاخوات والاخوان اللي كتابعونا ممكن انكم تشاركوا معنا 05 22 77 24 24. ممكن ايضا تصلوا معنا عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك راديو اصوات باج اوفيسيال. ترحيلا لكل الاسئله ديالك. اليوم كنتكلموا على شد البشره بالتقنيات المختلفه والمتنوعه اللي كاينه, شنو اللي غادي يناسبك, شنو السؤال اللي عندك في هذا المجال بغيتي ديري وخايفه درتي هذا الشيء وما حصلتيش النتيجه اللي بغيتيها, بغيتي تعرفي شنو السبب, حنا هنا باش نجاوبوا على كل اسئلتكم رفقه الدكتور هيثم جديدي طبيب اخصائي في التجميل. طيب كتجي السيده وكيجي السيد باش يدير هاد الخيوط, شنو التشخيص, شنو التحاليل, شنو هي الامور اللي خصكم تعرفوها على نقدر ما نسميوش مريض ولكن انسان عادي مريض نقدر نسميوه باسيون واخا يعني تدخل طبي. اذا بغيتي نهضروا على لمن ما يمكنش نستعملوه لي كونتر انديكاسيون, بطبيعه الحال السيده الحامله والمرضعه حتى المرضعه اذا كان سكر ماشي متحكم فيه
السيد الجروح ديالو ما ديش تلائم دغيا او التلائم دغيا ما نقدوش نديوها الا كان مشكل ديال التخثر في الدم. نعم ما نقدوش نديوها في الناس اللي عندهم دي شي فريكسيونيل طالعين بزاف. ماشي اللي كاين سينو عملية بسيطة تتكون بواحد الانستازي لوكال بخام يعني بنج موضعي وي تندخلو تنحشي واحد واحد الحقن طويلة باش نحطو الخيط وتنخرجو بكل بساطة. يعني يمكننا نديرو التدخل ديالنا في العشية تمشي تخدمي ولا تمشي الان رونديفو عندك أولا. يعني ما فيهاش ما عندهاش أعراض جانبية بعد ما كيكونش مثلا انتفاخ موضعي مثلا ألم في الرأس كنتكلمي اللي درناها على البشرة على الوجه. شوف بطبيعة الحال قد يكونوا بعض الكدامات اللي تيكونوا تاب الفيلة تاب أي شو كتدخل يمكن تعطي بعض الكدامات أولا بعد الندم بسيط تمشي في يومين ثلاث أيام. يعني ما عندوش أعراض جانبية ما كاينش أعراض كبيرة هذا باش ما ننساوش لا 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 هذا كان حلم غير هذه شي عوامات. لأن كان الحل الوحيد باش تشد البشرة ديالك هي الجراحة التقليدية هي صعيبة شوية الثقل ديالها تخدير العملية قطع خياط سيكاتريس باش تبرى خصك مدة فهمتي ولا دابا عندنا خويا تشد الوجه دونك يحمق الناس ومزيان تطور العلم. طيب نفتحوا المجال لأسئلة المستمعات ديالنا ومستمعينا 0522 77 24 24. أم آدم معنا من مدينة الدار البيضاء أش أخبارك أم آدم؟ السلام عليكم لله. وعليكم السلام لاباس عليك بارك الله فيكم الله يعطيكم الخير. الدكاتره اللي كتجيو لنا كينفعونا الحمد لله الحمد لله كينورونا بعد على الاقل نعرفوا شنو كنديروا نعرفوا واش كنديروا نعرفوا شنو كاين واش نو باش ما نبقاوش سالفين الحمد لله ونشكروا على كل حال. مرحبا الله يجازيكم بخير. بغيت نسول الدكتور الله يعطيك الخير تفضلي. الحب ولدي دابا راه كبر ملي زياده وعنده الاستغناء تحت عيني وكنت دوزت ليه الطبيب قلت ربما يكون شي حاجه ولا هادي ولا هادي ربما واش وراثي ما عرفتش المهم صغرو دابا هو راه كبر عنده 24 عام وبغيت نعرف واش حيت كيقول راه كاين الحل نسمع بعد الناس وكل شيء يقول لنا لا خسر كاين الحل كيدير لهم شي عمليه واش ما عرفتش بالضبط المهم قالوا لي راه كاين الحل قدروا يتحيدوا ومع انه راه كان الزياده ديالو يعني من هو صغير. نعم واخا لا من اللي تقريبا زاد بحال هكاك زاد عندو يستغنوا شويه بحال معقدينو ويعني ما عرفتش واش ندير واش نقدر نلتجئ شي طبيب الى سمحتي لي لالا لا تقصدك السيد واش عنده لاستغن زرق اللون ديالهم هم غامقين يعني بحال كحلين بحال غامقين واش داخلين او لا خارجين عنده فتحت عيني يعني بينين يعني راه كان من اللي كنا كان نعم غير واش داخلين محفرين او لا بوش شويه محفرين لا ما عندوش لا ما عندوش هذوك ما عندوش الجيوب لا ما عندوش الجيوب لا داخلين لا داخلين كاين حلول كثيره كاين مثلا الفيلر داك الحقان ديال الفيلر قالوا لي واش كيبقى واش ديفينيتيفون يعني كيتعالج مره واحده ولا كيبقى يعني في الحصه واش الفيلر هو لاسيد هيالورونيك حمض هيالورونيك هذه ماده تقريبا طبيعيه عندنا في الجلد ديالنا دونك ملي تنديروها تتبقى تنقص بشويه بشويه يعني تتبقى تقريبا واحد 12 شهر او 10 شهور وخصو يعاودها تبقى تحيد بشويه بشويه ويلا لا يعني مره في العام خصو يعاودها مره في العام مره في العام كدير مره واحده يعني ما كدير يعني ماشي على حساب يعني كل حساب تدير نوبه واحده وي مره واحده ولكن خصو يبقى يعاودها من العام لعام يعني هذيك المره الاولى ما كتبانش نتيجه مزيانه لا تتبان نتيجه ممتازه غير هي تتمشي داك السائل تنحطو تيمشي مع الوقت يدوب في الجسم يعني من بعد عام خصها تعاودو شكرا مرحبا بك ام ادم اهلا وسهلا مرحبا غادي نفتحوا ايضا المجال الاسئله ديالكم عبر الفيسبوك راديو اصوات باج اوفيسيال مرحبا باسئله ديالكم ساره العمراني كتقول لك دكتور هيثم بغيت نحيد عندها هذا الثقل المزدوج ويلا لا صافي وقالت لك شنو ممكن ندير وشحال غادي نحتاج ديال الحصص باش نزولو هنا سا ديبون على حساب شحال عندها في السن كاين بزاف طرق كاين منهم هذه تنهضروا عليها ديال الخيوط في التونسور وي أيه. كاين طرق واحده اخرى اسهل نعم بحال الهايفو
هايفو هي الموجات فوق الصوتيه وي الهايفو، ولكن الهايفو خص يكون داك الدق المزدوج ماشي كثير ماشي بزاف، ما يكونش وجه ثقيل، يكون نتيجه ترهل وما تكونش السيده مثلا عندها فوق 60 عام اولا باش تكون نتيجه مرضيه للصاق. يعني كلما كانت صغيره كلما غتنفع هذه الموجات فوق الصوتيه احسن. هي خص تمشي تشوف الطبيب ديالها ديال التجميل. نعم باش يشوفها ديريكت ويقلبها ويقول لها شنو هي في الطرق الافضل ليها. كاين لا غادي فريكونس، كاين الهايفو، كاين الخيوط تشد الوجه، كاين واحد ليزانجيكسيون دي بوليتيك، واحد الشوكات يذوبوا الشحمه تما تيدار تما موضعيين وباش يعطيها ريجيم ديالها الا كانت زايده شويه في الميزان. داكوغ باش يشوف واش راه هو اولا شحمه ديك الساعه تيشوف الطريقه اللي خصها اللي غادي يحدد التقنيه اللي يخدم بها. طيب نرجعوا لهذه المساله ديال الخيوط اللي كتستعمل اللي شد الوجه. قلتي يا دكتور بانه كدار في نفس النهار، بانه عندها يعني المفعول كيبان لينا في النهار الاول 50% ومن بعد كيبان على 3 شهور عاد كتبان لينا النتيجه كتزيد شويه بشويه وي 100%. فهاد المرحله هذه يعني من بعد ما كندير الخيوط نجبد الوجه وهاد المرحله ديال 3 شهور، السيده هنا شنو خصها دير؟ واش نقدر نمشي للحمام؟ واش نقدر ندير الرياضه؟ واش خصني نحط مثلا بعض الكريمات معينه على البشره ديالي؟ هذه كلها اسئله اللي نبغيو ليها جواب. غادي نرجع معك دكتور، عندنا واحد الفاصل وغادي نرجعوا من بعده فقره النساء ايديال. خليكم معنا على اصوات ومعنا اصوات. مرحبا بكم الى يلاه التحقتوا بنا. شد البشره بسرعه، كاينه بزاف ديال التقنيات اللي كانت تستعمل والحمد لله كلها عندنا في بلادنا. هادشي اللي تاكد لنا الدكتور هيثم جديدي طبيب اخصائي في التجميل. اليوم حنا قلت لي يا دكتور يعني في افريقيا ولات معروفه السمعه ديالنا في هذا المجال، سمعه طيبه جميل. هذا الشيء راه ماشي غير للطب ولكن حتى للسياحه. اليوم راه بلدان عبر العالم كيتكلموا على السياحه التجميليه، الناس كيمشيو حجه وزياره. ولات عندنا في المغرب سياحه تجميليه جميل جدا، وكنتمنوا مازال يكون الخير القدام بطبيعه الحال. نتمنى من الله ان شاء الله. طيب غادي نفتحوا المجال مره اخرى لاسئله المستمعات والمستمعين ديالنا. قبل من الفاصل تكلمت على انه ملي كنديروا هذا الحقن او هذا شد البشره عفوا بالخيوط ماشي بالحقن كتبان النتيجه سور بلاس 50%، من بعد 3 شهور عاد كتبان 100%. هذيك المرحله ديال 3 شهور شنو خصنا ندير وشنو ما خصناش نديروا؟ ماشي 3 شهور، عندنا غير واحد المده مثلا ما نحلوش فمنا بزاف الا كان عندنا شي موعد. لو كان قلتي 3 شهور عاد كتبان النتيجه 100%. لا هذيك الخدمه تتكون داخل الداخل ديال الكولاجين الى اخره. داكوغ، ولكن من بعد التدخل غير واحد 3 سوايع ماكسيموم الا كان عندك موعد مع ان دونتيست، سواء تصدقوا او لا تتاجلوا. اجلوا يعني ما خصنيش نحلو بزاف واخا ما نغوتوش باش داك الخيوط ديالنا ما يتحلكوش من بلاصتو. واخا هي البلاصه اللي شي حاجه فيها السخونيه بزاف مثلا الحمام، الصونا، فراد سخون بزاف الى اخره، هادو تنفيتيهم واحد على الاقل سيمانه جوج سيمانات. اييه من الاحسن السخونيه ما تكونش. الرياضه الرياضه تديها وكيمشي رياضه العنيفه اللي تحرك لي الخيوط. وهذا الشيء نقولوا غير جوج سيمانات ثلاثه فقط من بعد العمليه الطبيعيه تتمارس الحياه ديالك اليوميه كما موافقه ديالها. اييه بالنسبه مثلا للوجه، واش كتكون مثلا واحد التريتمون اللي خصها تتبعها السيده في ديك المرحله؟ وي تنعطيو كلكو كريم باش نزيدوا النتيجه تزيد تبان اكثر. طيب ناخذ سؤال ديال جميله كتقول لك دكتور شحال المده اللي كيبقاو الخيوط شادين؟ واش بصح الا درتهم اكثر من جوج ديال المرات غادي يكونوا عندي جروح داخليه في البشره؟ سؤال زوين، انا عجبني هذا السؤال. المده، لان كاين مجموعه ديال الخيوط انواع مختلفه. الخيوط من النوعيه الممتازه بين عام ونص لعامين. اييه وفي النتائج اللي عندنا حنايا في الواقع تتبقى اكثر من عامين. كاين الخيوط اللي تتبقى بين 10 شهور و 14 شهر. داكوغ، هاد السيده اللي قالت لك الا درت اكثر من دو فوا تيبقاو لي الجروح. لا ما تيمشي الخيط ما تيدوب، لان هادو خيوط ريزوربابل تيدوبوا. اييه تيدوبوا من بعد واحد المده تتراوح بين 4 شهور حتى 12 شهر. أيه. حسب الخيط. ما تيدوبوا لا 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 ميا تيخليو لنا ما يسمى بالتليفات، يعني فحال ما تيبغي الجرح. هادوك التليفات حنا تنبغيوهم حيت يخليو الوجه طالع.
ماشي ميسي دوبو الخيوط صافي تيمشي لافي انت بقى الوجه طبيعه الحال حنا قلنا النتيجه تكون العامين واكثر اييه داك التليف هذا اللي تيبقى مفيده للوجه ماشي يبقى الوجه واقف وشحال من باين كنا نعاودوها شحال ما بغيتي يعني ما ماشي مع كثره المعاوده غادي ناثر على البشره عندنا السؤال في هذا السياق ديال الاستعمالات المتعدده ولكن ديال البوتوكس جميله كتقول لك دكتور واش الجلد او البشره من بعد عده استعمالات ديال البوتوكس كتولي مرهوفه اكثر من الاول انا تنظن سيده الدويه الفيلك ولكن انت تسميه بوتوكس اي هي سوره البوتوكس هذه فرصه ليا باش نشرح الفرق بين البوتوكس والفيلك نعم. الناس تيخلطوا بزاف اييه البوتوكس هو واحد الماده تنضربوها لي موسك العضلات اييه للتجاعيد الحركيه نعم دونك بحال هادو اللي جنب العين هادو اللي بين الحجبان هادو اللي في لو فرون فوق اللي في الجبهه الفوق داكو هادوك تجاعيد حركيه تنضربوا البوتوكس في الميوسكل اييه المشكل ما تيبقاش خدام بكل بساطه تتجبد الجبهه وداك البلايص هذا البوتوكس دونك تنضربوه لي ميوسكل تاكلوا الناس ما تنفخوش به اييه هاد السيده تتسول على الفيلر الفيلر هو ماده لزجه تنزيدوا بها الفوليوم دونك تنفخوا بها نعم الفيلر لا هو لاسيد ياليغونيك اييه الحمض ياليغونيك هذه ماده طبيعيه تكون في الجلده ديالنا حنايا اصلا نعم يعني ما كاينش تاثير بطبيعه الحال غير هي ملي تنعاودوها ما كاينش هذه اشاعه كاينه يعني تيوقعوا ترهلات تيوقعوا ترهلات الا درتي فحال داك لي ستار الكبار اللي ما تعرفوش الطب جميل قدام كانوا داروا واحد كيلكوزان كانوا داروا بزاف اوفر داكشي عليها خص الطبيب ديالك يكون متمكن وتنصح الناس ديما في الطب الجميل سير كل ما هو طبيعي لي في ناتشورال ما تمشيش تزيد بزاف تبدل وجهك تبدل خليقة الله لا سير ما هو طبيعي تصلح الوجه ديالك يعني بحال كتجدد الخلايا بعد المواد اللي هي كتحفز المواد اللي كتعطي نضاره وتشبيب للبشره تزيد الفوليوم تديرو بطريقه ناتشورال طبيعيه نعم عندنا سؤال ديال عبد المنعم كيقول لك دكتور انا عندي الحبوب في وجهي وخلى ليه بزاف ديال الحفاري في العمر ديالو 34 سنه هاد التقنيه ديال الخيوط او شد الوجه بالخيوط واش كتصلح للناس اللي خلى لهم الحبوب حفاري كبار في البشره وكنعرفوا تي بون الناس هادشي كيزعجهم الا كان عندهم بطبيعه الحال هاد لي سيكاتريس داكنيك ولا لي سيكاتريس ديال حب الشباب نعم عندها بزاف العلاجات اييه افكتيفمون الخيوط تعطي واحد شويه نتيجه ولكن كاين شي حوايج واحد اخرين يعطيوك نتيجه افضل اييه مثلا تيكون واحد شي سميتو البيلين تقشير كيميائي اييه باش نحيدوا واحد الطبقه ديال الجلد تديو التقشير المتوسط بيلين مويا اييه مثلا بالتاسعه او لا نعم باش نقشروا داك الطبقات الاولى ديال الوجه باش ما تيبقاوش لي سيكاتريس كاين طرق واحد اخرين مثلا لا راديو فريكونس دونك لهذا السيد والناس اخرين ما عارفينش بين كاين الحل راه كاين حل ديال لي سيكاتريس ديال حب الشباب اي اللي انهم ممكن كنحيدو حلول بسيطه وما تطلبش بزاف ديال الوقت وماشي مكلفه طيب غير سيرو عن طريق ديال الجميل ديالكم باش يشوف وجهكم ويشوف اشمن تقنيه يستعمل هاد المساله ديال يعني الحفاري ديال الحبوب اللي كتبقى في الوجه عاده او اللي كان معروف بانه ما يمكن ليناش نعالجوها مثلا سنه كامله خصنا نتسنى واحد الفصل لانه الاشعه ديال الشمس مجهده هادشي باقي ولكن شي تقنيات اخرى اللي بانت كتقول انه مثلا ممكن نديروا علاج في الصيف او لا الله يعطيك الصحه لاميا يعطيك الصحه هنا تدوي على البيلين تقشير اييه التقشير الكيميائي وي بحال دابا التقشير التقشير في انواع غير هو التقشير اللي تنقصدو حنا هنا هو التقشير المتوسط البيلين مويان تمشيو لطبقات شويه غارقين اييه هذاك سي داك فصل الشتاء نعم باش ما يتحقناش الوجيه يعني هذوك احمض داكوغ هذاك مزيان حتى لهاد الحاله اللي سول عليها السيد لي سيكاتريس داكني نعم ممتازه لهم اييه تدار في حصص الطبيب تيحددها جوج ثلاثه اربعه خمسه داكوغ كاين تقنيات اخرى مثلا الراديو فريكونس انا من التقنيات المحببه عندي هي الراديو فريكونس لهذه الحاله هذه اييه تدار في حصص بين ثلاثه حتى لخمسه الحصص نعم تطلع داك لابو وتتحيد داك لي سيكاتريس بطريقه فعاله وبسيطه وتديها في الصيف تديها في الشتاء تديها داكوغ يعني العام كامل ممكن انه الانسان يديرها طيب ناخذ مره اخرى الاسئله للمستمعات ديالنا فاطمه معنا من وجده مرحبا بك فاطمه على اصوات
الو السلام عليكم. وعليكم السلام فاطمه، لاباس؟ لاباس الحمد لله. انا اختي كي دايره؟ لاباس عليك مزيانه الحمد لله. الله يبارك فيك فاطمه، ربي يخليك حبيبه ديالي. انا ما كنتش انا عاد دابا زيدو شرب الراديو وسمعت هذا الدكتور ديال التجميل. اييه الدكتور ديال التجميل. تفضلي فاطمه. تفضلي، شنو سؤالك للدكتور هيثم؟ سمحي لي يا حبيبتي. مرحبا. انا عندي واحد، عندي ولدي عنده داك شو ديال حبيب الشباب وكيدير له دوك الريوس واللي كيجي دوك الريوس كي بحال كيكونوا اللي كبار بحال الفولاد وكيبقى يحيدهم بزاوي كيفقصهم بيديه وكيخرج داك لي ميكروب ديالهم وداك الشيء. وكنت ديته للطبيب ودوز له كل شيء وعطاه الدواء كان برا وكعطاه واحد الكينات داك الشيء وبرا منه. دابا من قطع الدواء ما بقاش كيدير هو راه كيرجع له. بغيت غير نعرف زعما واش يمكن عنده شي علاج ولا عنده هكا بحال الدكتور اللي سمعت كيقول بالخيوط وكل شيء. بغيت غير نفهم منه واش يعني واش كنت ندير. شحال عمرو ولدك فاطمه؟ عنده 22 عام. 22 سنه. دابا ملي كيحبس الدواء كيعاود يرجع له حب الشباب بهذا الشكل يعني كبير وعنده الراس. فوالا كيخلي له الحفاري في الوجه؟ كيرجع عليه. كيخلي له الحفاري في الوجه ولا لا؟ كيخلي له الحفاري في الوجه كيولي بحال الوجه ديال بحال كيبان مشوه بداك الطريقه. وانا كيجي الزمن شي صوره ماشي في الوجه ولا كيجي في الجسم كامل وتحت العنق ديالو وفي الراس ديالو يعني كاع المناطق كامله كتجي يعني ماشي غير في الوجه ولا. واخا فاطمه اسمحي لي قبل ما يتكلم معك دكتور، ملي تبعتوا مع الطبيب واش عطاكم شي تحاليل او خديتوا الدواء مباشره؟ ضروري عطيه تحدد مع التحاليل ولكن قال له الدم ديالك مزيان وكل شيء ولكن ما عرفتش قال له منين كيجيك هذا الشيء ما عرفتش انايا. واخا تفضل دكتور هيثم. نعم لا لا، حب الشباب هو نتيجه ديال واحد نتيجه ديال هرمون. اييه دونك عندنا بزاف ديال الطرق العلاج. نعم كاين هاد الكينات اللي دوت اليوم السيده. اييه كاين داك خام. نعم كاين بعض التدخلات ديال طب التجميل مثلا التقنيات ديال الميكرونيدلين او على الاقل ليدغا فاسيال باش يكون داك التنظيف العميق ديال البشره. ديال البشره اييه. واهم حاجه لاله فاطمه هو ولدك قول له ما يقيش فيهم باش ما تكونوا الناس داك لي سيكاتريس داكني. داك السيكاتريسات ديال يعني دوك الحفاري كيبقاو حيت كنلعبوا في الحبوب. دونك ما خصوش يقيس باش ما يوليش في مشكل كبير. وهاد المساله يعني ديال الحب الشباب واش هاد التقنيات كتعطي حل يعني جذري او لا؟ لانه عاوتاني ما عرفتش انا واش المساله عندها علاقه بالوراثه، عندها علاقه بالتغذيه، عندها علاقه مثلا بعض الامور في الجسم، واش كاين علاج اللي غادي يحيدهم 100% او هي مرحله وغدوز؟ هي مرحله وتدوز. دونك العلاجات يكونوا كاملين مؤقتين. بالكينات بتدخلات ديالنا مثلا الميكرونيدلين. انا اللي تنصح بيه بزاف. نعم. هو لي سوان مثلا هي ليدغا فاسيال. اييه هي واحد التقنيه تنديروا لي سوان تنظيف عميق للبشره. اييه باش تنقيوها. سينو كاين بزاف ديال التدخلات، كاين الكربون بيل، كاين الميكرونيدلين اونتي اكني، كاين الراديو فريكونس، كاين بزاف نعم ديال التقنيات. هي حتى وحده فيهم ما داويه مثلا. ان هذا باساج. السيد شاب 22 عام دونك تدوز واحد المرحله وتطفاو. طيب هاد التقنيات هما فعلا مرحله وغيطفاو، ولكن كاين اللي كيطفاو وكيمشي وكاين اللي كيطفاو وكيخليو الاثار من وراهم. هاد التقنيات اللي تكلمتي عليها دكتور هيثم باش نطمنوا فاطمه يعني غتعاون انه مثلا البقع ما يبقاوش. هي مرحله وغدوز داك الثقوب ما يبقاوش. حب الشباب ما تيبقاش يطلع بزاف، تيطلع قليل، ما تيوليش ما تيبقاش عنيف، ما تيبقاش بديك الكبوريه العنف. وخصو هو ما يقيش. هذه نصيحه دي مهمه. ما تقيش في الحبوبه. ما تقيش. واضحه الامور فاطمه عندك؟ واخا حبيبتي. واه شكرا فاطمه ومرحبا بك. سمحي لي عندي واحد السؤال اخر الله يعطيك الخير الا جات على خاطرك. تفضلي. انا عندي البشره ناشفه بزاف. اييه وكدير لي بحال الحساسيه عندي انا. كدير بحال كيبقى ياكلني اللحم ديالي بزاف بزاف بزاف. خصوصا الظهر ديالي، الظهر ديالي كياكلني بزاف ودير لي بحال القشور في الظهر ديالي الفوقاني. اييه الفوقاني من العنق ديالي كيدير لي بحال القشور. ودابا ديما كيبقى ياكلني وما عرفتش شنو ندير له انا هاد الظهر. يعني درت له بوماد الدواء ولكن واخا هكا كبر النتيجه يعني ما براليش كاع. ومشيتي عند الطبيبة فاطمة؟ مشيت انا غير عند الطبيبة ماشي ديال الدراهم يعني ما هي فلوس يعني غير هكا
بزاف ديال الباطل صافي يعني. وعطاني واحد الدواء وبريت منه في الاخر، ولكن ما قاليش ترجع لعندي، ما رجعتش عنده، ما هو ما قاليش رجعي وما رجعتش عنده. ودابا راني عاد هاك ديك الحال، دوك دابا اللحم ديالي كياكلني بزاف. دابا واش هذا الشيء اللي قالك، واش هو حبوب او لا حساسيه ولا اكزيما ولا شنو بالضبط حدد لك، ولا فطريات شنو قالك الطبيب؟ شامبينيو. نعم، واخا ولا انا ماشي موضوعنا اليوم، ولكن جاوبك دكتور هيثم هذه المساله ديال العلاج لي شامبينيون بشكل عام. يمكن غلط كيقوموا به بزاف الناس، كنبداو العلاج وما تيكملش. الفطريات كتاخذ وقت في العلاج دكتور. كتاخذ وقت في العلاج. والطبيب يمكن له يبدل الدواء او يزيد فيه او ينقص فيه حسب نتيجه العلاج. اييه، وخص التحاليل قبل العلاج. دونك الناس خص يتبعوا مع الطبيب ديالهم. يعني ما يمكنش واحد يعطي الدواء لواحد اخر مثلا. الدواء هو نفعو يعطي لواحد اخر غادي ينفعو، لا. ما خصهاش تكون هكا، خص تبع مع الطبيب ديالك باش يشوف النتيجه ويشوف كي داير يطلع ولا يهبط في الدواء ديالك او يبدلو كاع. فعلا. نعم، بقاش يوقفوا. نعم. طيب باش نختموا، لو بقى الاسئله كثيره بزاف ديال الناس كيسولوا دكتور هيثم، يعني هاد الخيوط واش هي تتصلح حتى العلاج البقع السوداء في البشره، كتحيد ايضا الهالات السوداء حول البشره. كتقول لي واحد الاخت باش نضربوا ثلاثه العصافير بحجره واحدة ونشدوا البشرة، واش غتصلح التقنية ولا لا؟ لا، هذا خيوط شد الوجه مديرين باش يبقى لنا ذاك مثلث الجمال. اييه، مثلث الجمال اللي هو في الشباب. اييه، يعني في طرف العينين للدقن. في الدقن. اييه، مثلا يكونوا صغار يكون مثلث راس ديالو لتحت هو الدقن. اها، مثلا بداو نكبروا وتبدا تدوب ذاك الشحمة وتهبط. ماشي غير الشحمة، حتى الميوسكل، حتى العضلة، حتى الضمور ديال العظم. اييه، تيبدا يتكون مربع، كيبقاش مربع، داك لي باجو في الجناب ديال الفم. اييه، تيوليو داك لي سيون اندوجينيان، داك التجاعيد الانفيه، تجاعيد لاميرتوم اللي تحت الفم. اييه، ديال الحزن. تيولي الدق المزدوج ولي باجو، تيولي وجه مربع. نعم، دونك حنا باش نرجعوا داك مثلث الجمال، تنطلعوا الجليده ديالنا والميسكل باستعمال خيوط الشد. هذا هو خيوط الشد، دونك مديور بوغ لو ليفتين، فيس ليفتين. يعني ماشي يحيد لنا البقع السوداء من البشره، ماشي غادي يحيد لنا الهالات. البقع السوداء والهالات نحيدهم بالبيلين مثلا، التقشير الكيميائي. نعم. عند طبيب مختص في طب الجميل. هذه تدار في حصص. حصات قد تكون كافيه او لا جوج او لا ثلاثه. طيب كيشوف يعني دابا النصيحه ديالك مثلا السيده اللي بغات دير هاد الشد ديال البشره بهاد التقنيه وعندها بقع سوداء، يعني خصها تعالج هذوك البقع السوداء وتحيدهم عاد تمشي دير هاد العمليه هادي ديال الخيوط. من الافضل باش تحصل. نعم. على النتيجه. التكلفه، غنتكلموا على التكلفه. بزاف ديال الناس كيخلعوهم هاد الطرق او هاد التقنيات بشكل عام اللي كنستعملوا لشد البشره، كنسمعوا بانها غاليه مكلفه. كنتكلموا على 3-4 المليون. لا، الارقام كل واحد شنو تيقول، كتعرف مواقف التواصل الاجتماعي كل واحد شنو تيقول. ف شنو اللي صح وشنو اللي غلط؟ دونك خلينا نعطيك انا نناقش. وحنا بطبيعة الحال بغينا غير نعرفوا شنو كاين بشكل عام. لا، حيت تختلف التكلفه من طبيب لاخر، من بلاصه لاخرى. غير هو ما تتبقاش هاد الاثمنه تنسمعوا ديال 3-4 المليون، هاد الشيء هذا غلط. دونك اون جينيرال تتكون بين 10,000 درهم و 20,000 درهم. أيه، حسب شحال المخيط خصك، اش من خيوط تستعمل الى اخره. طيب الجميل في البلاد خاص، ما بقاش داك الطيب الجميل هادي غير 5 سنين. ماشي نفس الشيء، الحمد لله خاص، ولا طيب الجميل صالح للطبقه المتوسطه وحتى الضعيفه. اييه، يعني رحمه هذا العالمين هبط للناس باش وعنده دي ريبركسيون، الناس يشوفوا غير وجه جبد. لا، عنده بعض الاثار النفسيه الاجتماعيه. المراه النفسيه مهمه جدا. المراه او الراجل ملي تيولي وجهه مزيان، تيولي يعطي في الخدمه ديالو كثر، مع ولادو كثر، مع مراتو كثر، تيولي يضحك وجه الناس. يعني الراحه النفسيه. الراحه النفسيه عنده اثار كثيره. وهذا الشيء ديال تيهضروا على الثمن ديال هاد العلاجات راه غلط تماما. دونك هادشي خايس، تندويو على البيلين، تندويو على شي حاجه خايسه. ماشي كيما تيتصوروا الناس، التقشير مثلا، خيوط شد الوجه، وي تتبقى شي حاجه شويه طالعه في الثمن. في الثمن
بين 10000 درهم و20000 درهم. سينو كاين علاجات مثلا هايفو الثمن ديالو مناسب جدا، كاين بزاف ديال الطرق. على اي المهم هو مقارنه بشحال هادشي بشحال هادي هادشي نقص نقص الثمن. اليوم الحمد لله كنشوفوا تبارك الله عندنا اطباء في مختلف مدن المملكه اللي مبدعين، وصبحوا كيجيو عندهم ناس من خارج المغرب، ولات عندنا السياحه يعني تجميليا الانسان كيجي يدير التجميل كيصاوب الحاله ديالو على حسب كل واحد وشنو بغى، وفي نفس الوقت راه كيزور بلادنا وكيكتشف الجمال ديال هاد الطبيعه. فشكرا لك دكتور هيثم جديدي، طبيب اخصائي في التجميل، جيتينا من مدينه فاس. تحيه لك. الاخوات والاخوه اللي بغاو يتواصلوا معك دكتور، كاين باج انستغرام ديالي يا دار دكتور هيثم جديد اش اي غريك تي اش ا ام هيثم جديد جديد دي تكتب دكتور جديد غادي تبان لها. كاين النمره ديال التليفون ديالي اللي بغا يسولني مرحبا نفيدوه 0668 18 81 16. وعرفتي قبل ما تمشي بقات عندنا مكالمه انا بصراحه ما رديت ليهاش البال باش السيده ما تقلقش منا، وفي نفس الوقت بغيت نرحب بالدكتور عماد نزاب. اش اخبارك دكتور؟ الحمد لله بخير عليك. تحيه طيبه دكتور اللي منورنا. الله يبارك فيك دكتور عماد. غنتكلموا معاك في الشق ديال الطبيعه، خصنا نتهلاو في البشره ديالنا قبل ما نوصلوا للترهلات والتجاعيد. الطبيعه فيها بزاف الوصفات اللي هي طبيعيه ومزيانه نغذي بها البشره، هذه كل امور غادي نتكلموا فيها معك ان شاء الله. لطيفه منسله، لطيفه اعتذر، مرحبا بك على اصوات. بارك الله فيك. بارك الله فيك. كل شيء مزيان. شكرا وشكرا على البرنامج الرائد، وكنتمنى لكم استمراريه وتوفيق ان شاء الله. مرحبا بك لطيفه. تفضلي الدكتور. ورحب بي اولا ورحب دكتور عماد تاور عزيز وغالي. الله يبارك فيك. تحيه. عندي سؤال الدكتور تجميل. شكرا سيدي على جاوبتيني على خطك. عندي ترهلات في الجفون الفوقانيه ملي كنت تقريبا بقى يعني نقول انا بين قوسين صغيره يعني 30 عام هبطولي مع 30 سالي 20 30 هبطولي. وباقي لحد الساعه وكان عندي تخوفات من عمليه التجميل. بغيت نسول على كيفاش كدوز العمليه، وإلا كان ممكن واخا تعطيني غير ثمن تقريبي ديال الثمن ديالها مع ديال الطبقه المتوسطه، راه كيديروا كريدي باش يديروا هذا الشيء باش نكون واضح فعلا لطيفه باش نعرف شحال غناخذ وصافي كونسا يعني وفتره النقاهه ديالها وكاع المسائل اللي كدوز ديالها إلا كان ممكن تجاوبني يا دكتور. الله يجازيك بخير. الله يحفظك ويحفظ لك وليداتك. امين. تفضل دكتور هيثم. لا هذه القضيه ديال الجفون الفوقانيه احسن طريقه هي الجراحه. اللي ما تيبغيش الجراحه او لا ما قالش عليها فيزيكمون كاين واحد الطرق واحده اخرى مثلا تتسمى البلازما اكزاريز معروف بلاكسر. البلازما اكزاريز تندار على حصه ولا حصتين ولا ثلاثه تهي تعطي نتيجه كبيره في الجفون الفوقانيه. اييه. كاين حتى الهايفو تيشد شويه حسب الجفون اللي عند السيده واش بزاف طايحين بزاف اولا شويه. وافضل طريقه الصراحه هي الجراحه. واش صعيبه؟ ما صعيبهاش لانه هي خفيفه لطيفه. لا 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 الجراحه بسيطه وسهله ومضمونه. وشحال تاخذ لها ديال الوقت العمليه الجراحيه؟ الوقت ديال التدخل صافي بون ماشي بزاف شحال نقولوا سويعه مثلا باش ما نخلعوهاش لانه انا كنحس بلطيفه مخلوعه ياك. لا ما تتخلعش. جزاك الله خير. مخلوعه من الجانبين المادي المادي والمعنوي. مزيان. دابا المادي شحال تقريبا اليوم ثمن تقريبي دكتور هيثم؟ لا فحال هادو ما نقدرش نقول ثمن تقريبي حسب تمشي تسول في الكلينيك. لا لانه هنا كاين طبيب وكاين المستشفى. وي هذيك هما والمساحه الخاصه. نعم بهذا الحال. هذيك عمليه ما تبداش في العيادات. اييه. مسحة لانه فيها التخدير الشامل. تخدير كلي. وي كلي. هذاك سي لا كلينيك سولي سينو كاين طرق واحد اخرين. أيه. قلت لك البلازما اكزاغي تبدا في العيادات الطبيه تدخل بسيط على نوبه او لا جوج وتيكونوا الناس ساتيسفيز. ولكن قلت الجراحه هي اللي كتعطي احسن نتيجه. احسن نتيجه كاينه في الجراحه. في الجراحه. هي كاين اللي تبغي الجراحه كاين اللي ترفضها. الناس اللي بغوا الجراحه يمشيو. الناس اللي تاخذوا الجراحه كاين تقنيات اخرى. لطيفه. شي سؤال؟ لا نعم غير العوارض ديال الصحيه ديال الشخص اللي غيبادر بهذه العمليه مثلا السكري ولا شي حاجه ماشي اللي كيديروا الانسولين غير لي بيلين. واش كاين شي عوارض ولا لا؟ السكري خص يكون كونترولي
تري كونترولي يا دكتور. مزيان. با دو بروبليم ما كاينش مشكل لا. داكور ميرسي بوكو الله يحفظكم وشكرا جزيلا. هاو تشجعي ما كاين حتى حاجه تخافي منها. ان شاء الله دكتور ان شاء الله. وشوفي الطبيبه لطيفه وكيف ما قال لك الدكتور راه كاينه الجراحه وكاينه تقنيات اخرى الا خفتي من الجراحه. انت غتشوفي اللي غتناسبك معنويا اي ماديا بجوج. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك لطيفه. شكرا لك دكتور هيثم. نلقاو فرصه قادمه على اصوات. سلمي على الناس ديال فاس. قلت لك عندنا بزاف المستمعين ديالنا فاس كنوجه لهم تحيه. غادي نواصلوا.